طابوس النجر ما هو بروس اقلام جواهيكم ما مر على تاريخ قرنية شلاوة والشلاوة غيهم لم تحمات اللام نباهم فالمجالس يتبار فنجال الحنية وسرساي سيرة الحراب على الظلام من شكل عام ظلال طيبهم من طيبهم حاجة طبيعية للجالك طيبهم من طيبهم حاجة اختلف مع دورة الأيام صالة دابت معهم عليها صك ملكية والاسم اللي على التاريخ صارت كأنها الاهرام من أبسط حقها لاسمة اهرام السعودية هذا والله نعم وزاد لين أصبح من الأنعام يا بوني وزعونا عند جمعيات خيرية على عز الجهل ما عندهم غير زال وقدام صدم الروس القيادية قبل حزب السنافي صدمونا حزب الاستقرام بوقت الراحمة في ملعب الروح الرياضية ما عاديهم ما يلقى أحلام وردية لما اننا من اللي يفعلون خلا وأحلامها رمادية من اللي يفعلون خلا وأحلامها رمادية لقد جمرة عرب جاهم عقب سطوة وحد إحسان وفيهم احتمال ميقاف معلية يشوفوا وجيهم نار سنة عايش ويانا اخصم لي راحت وجيها القوم مثل المربعانية هذا واقع وكلم فيه حقف اليمن والشرق تواريخ القبائل باقية ما هي بمنسية لو ان الناس ما تفرق ما شفنا فرق فالارقام لقنا رقم واحد رافع ضغطة رقمية لقنا رفيق الله رفيق طاح ولا قام واجب الرفاقة تعتبر حاجة ضرورية لو انت كي على سبات مقولة لا الظروف احكام لقنا لا العقول يدورون حبوب نفسية لقنا لا العقول يدورون حبوب نفسية يا صايل مثلك وشرواك ارفع واسال الهام على شعرك احصان وسيرتك ما هي شعبيتك في ساحة أهل الشعر والإعلام أبوك وجدك أخذوا عند كل الناس شعبية على منهج رجال فعلهم يفرح بها المنظمة وعن خطاهم كأنهم في الدرب مرية لو يحط أبوس مجدهم ما هو بروس أقلام يواهيكم ما مروا على التاريخ الطرقية شلاوة والشلاوة فيهم علم داحمات اللام نباهم فالمجالس يعتبر في البرية وسوسوم سيرة الحراب على الطلاب بشكل عام لذال طيبهم من طيبهم حاجة طبيعية لذال طيبهم من طيبهم حاجة طبيعية بين الحارث هالاسم مختلف مع دورة الأيام صالة دابت معهم عليها صك ملكية والاسم اللي على التاريخ صارت كأنها الاهرام من أبسط حقها اسمة اهرام السعودية هذا والله نعم وزاد لين أصبح من الأنعام يا بوني وزعونا عند جمعيات خيرية على عز الجهل ما عندهم